وأيضا مباشرة للمزيد معنا مراسل الإخبارية السورية في حيدرعة البلد ربيع ديبي، يطلعنا على آخر المستجدات هناك. أهلا بك ربيع. تحية لك. تحية لك. يعني في نهاية رسالتك السابقة ربيع تحدثت عن جو حذر، عدم وجود حالة تفاوض في هذه المرحلة، مرحلة رد من قبل الجيش العربي السوري على أماكن إطلاق الإرهابيين للقذائف على الأحياء السكنية. لو نتحدث ربيع ونجمل آخر المستجدات لديك حتى هذه اللحظة، وخاصة خلال مرحلة يعني ما قبل هذه الفترة من خلال تمسك الدولة السورية بالاتفاقيات وبالتسويات لحقن الدماء. نعم طبعا، سأبدأ معك من الخبر الأخير الذي خرج منذ دقيقة تقريبا، هو بأنه اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا تعطي الفرصة الأخيرة والنهائية للمسلحين في درعا البلد حتى يوم غد للرضوخ أو القبول بشروط الدولة السورية. كما قلت، اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا تعطي الفرصة الأخيرة والنهائية ويعني حتى صباح غد أو يوم غد لإنهاء هذا الملف، لإنهاء ملف درعا البلد. طبعا هنا أتحدث عن مقدمات للوصول إلى هذه الفرصة النهائية. سفانا اليوم صباحا كان وأمس أيضا دخل وفد من حوران، من جميع حوران، يعني من الريف الشرقي والريف الغربي، وجهاء أكثر من 200 ممثل عن حوران تم دخولهم إلى درعا البلد، وذلك لإخبارهم بشروط الدولة السورية وبأنه الخيار لا رجعة عنه، الحسم هو بإعادة الأمن والاستقرار كاملا إلى درعا البلد، وما ينطبق على كل المحافظات السورية سينطبق على درعا البلد. وهنا أود التركيز على هذه النقطة، عندما يسأل عن الشروط، ما هي الشروط حتى من قبل المجموعات الإرهابية أو المسلحين، يعني هناك مجموعات غريبة عن درعا هي تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأتحدث عن المسلحين المحليين. لا يوجد شروط، الدولة السورية، كل بقاع الدولة السورية هي تابعة لهذه الدولة، وبالتالي المؤسسات يجب أن تعمل، يجب أن تعود. لا أحد يحمل السلاح بوجه الدولة السورية، ولا أحد يحتفظ بأي معدات عسكرية أو جعب عسكرية أو معدات اتصال أو أجهزة اتصال أو يخرج عن القانون. يجب أن ينطبق على درعا البلد ما ينطبق على أي محافظة أو مدينة أو قرية من المدن المحررة. يعني نعم ربيع، هذا يعني هو في المرحلة الذي الماضية يجب أن يصل. نعم، خرق الاتفاق كان لعدم الالتزام، الالتزام من قبل هذه المجموعات بتسليم السلاح، وكان البند الأساسي لعدم الإكمال بهذه التسوية. تحدثت عن البنود، هذا ليس من البند الرئيسي أيضا الذي يتم الخلاف عليه؟ اليوم تجاوزنا مرحلة الحديث عن بنود، يعني بعد شهرين من المماطلة والمراوغة والتسويف والكذب من قبل اللجنة المركزية التي تدعي بأنها تمثل المسلحين أو تمون على هؤلاء المسلحين، وبالأخير طلعت كاذبة. يعني لا يوجد اليوم بنود، كل الاتفاقات السابقة وضعت على جنب خلص. كان هناك مفاوضات وكان هناك على أساس نية صافية، طلبت الدولة السورية أنه هناك خارطة للحل، سندخل الجيش العربي السوري إلى نقاط تثبيت، وكرم عيون أهل درعا بالمناسبة. كل ما يحدث وكل الشهرين السابقين من المفاوضات والنفس الطويل وضبط النفس الذي اتبعته الدولة السورية هو كرم عيون أهلنا في درعا المتخذين كدرع بشري من قبل مجموعة وعصابات من المسلحين، إن كان المحليين أو إن كان اللجنة المركزية التي تدعي بأنها هي الواجهة، هي بالنهاية الواجهة لتنظيم الإخوان المجرمين بالنهاية. لكن كل ما كان يحدث خلال الشهرين من مهل وحتى بنود، إن كان تسوية الأوضاع، تسليم السلاح، تسليم المطلوبين، كل هذه البنود كانت هي لتسهيل عمل اللجنة وأيضا لتسهيل الأمر على أهالي درعا البلد الذين يعانون الأمرين على يد هؤلاء هذه العصابات الغادرة. نعم. لكن الآن القرار واضح، المهلة الفرصة الأخيرة النهائية تحتوي على بند واحد. تماما، المهلة الأخيرة قلت ربيع بأن المهلة الأخيرة غدا. واحد. نعم،
قلت ربيع بأن نعم. المهلة الأخيرة غدا. المهلة الأخيرة ماذا هي سيحدث من بعد اليوم؟ ذلك؟ ما هي السيناريوهات؟ من اليوم؟ ما هي خيارات الدولة؟ نعم، المهلة الأخيرة تبدأ من اليوم حتى غدا. نعم. البند الوحيد هو ينص على عودة الدولة السورية كاملة بكل أجهزتها ومؤسساتها إلى درعا البلد، وإعادة الأمن والاستقرار إلى درعا البلد. تعني إعادة أمن والاستقرار بأنه لا أحد يفاوض الدولة، لا أحد يسأل الدولة، الدولة تعرف ماذا يجب أن تفعل. ما ينطبق على درعا المحطة ينطبق على درعا البلد. ماذا يعني؟ ما ينطبق على المناطق الآمنة من سيادة وتواجد الدولة السورية بكل مؤسساتها سينطبق على دولة على درعا البلد. المطلوبين هو أمر طبيعي أن يكون ما ترتئيه الدولة السورية من تسليم مطلوبين أو تسليم سلاح فردي وخفيف ومعدات حربية وأسلحة ثقيلة، وكل هذه الشروط سينفذ. الجيش يعرف أين سيدخل. يعني كان بالأول هم مجموعة من الصبية يقولون بأنه نريد الجيش أن يتموضع هنا ويتموضع هنا، لا أحد يفرض شروط على الدولة. هذه كانت في البنود الأولى، لأنه يعني كان هناك تغليب للحل السلمي والحديث بأنه كرمة الشباب الطيبة. اليوم لا، الجيش عندما يدخل سيدخل إلى النقاط التي هو يراها مناسبة. لا أحد يستطيع في درعا البلد بعد انتهاء المهلة من المسلحين أن يسأل أين سيكون الجيش. ما له علاقة بالنهاية، هذه دولة. عفوا. بتكتيكات أيضا مؤسسات الحكومية بكاملها ستدخل إلى درعا البلد. تسليم السلاح، سيسلم السلاح من الصغير قبل الكبير، من الفرد حتى السلاح المتوسط، حتى البي كي سي والرشاش وقذائف الهاون، الكل بده يسلم مو على كيفه. يعني هذه المهلة الأخيرة مفهومها أنه استسلام المسلحين. نعم، هي هذا ما تعنيه. نعم. استسلام المجموعات المسلحة داخل درعا البلد. هناك نقطتين رئيسيتين ربيع أود التركيز معك عليها. الخيار متاح كاملا. نعم، التركيز بداية، هناك نقطتين نعم. رئيسيتين، موضوع التهجير وما يتم التضليل به من قبل القنوات، بعض القنوات المعارضة التي تتحدث عن عمليات تهجير تقوم بها الدولة السورية. حقيقة هذا الوضع لديك، ويعني ما هي الحقيقة على الأرض؟ يعني الدولة السورية أولا لا تهجر أبنائها، ثانيا هم تلاعبوا بهذا الملف على مدار سنوات بأنه الدولة السورية تريد أن تهجر أبنائها. يا عمي، الدولة السورية على مدار 70 يوم حرصت على دماء أبناء درعا، والوفد الذي دخل أتى إلى الدولة السورية 200 وجه من أعيان حوران أتوا ليقنعوا أهل درعا بأنه يا جماعة خليكم ببيوتكم والتزموا، والدولة السورية ستدخل وستبقون معززون مكرمون في بلدكم. من طلب الرحيل، وهنا الابتزاز بهذا الموضوع أو محاولة جلب التعاطف في الرأي العالمي، هم اللجنة المركزية، تحديدا ما يسمى بالمحامي عدنان المسالمي، هذا الذي ناشد أمس أردوغان زعيمه وطالبه بالتدخل لوقف عملية التهجير. طب أنا أي تهجير نتحدث؟ أنتم طلبتم أول من أمس أنه نريد أن نرحل. طبعا نحن كنا في الاجتماع وسأتحدث لأول مرة ماذا حدث في هذا الاجتماع. دخلنا إلى الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة المركزية على القيادات الأمنية والعسكرية بأنه نحن نريد الدولة. فقالوا لهم والدولة تريدكم، يعني الوفد الممثل للجنة الأمنية والعسكرية، والدولة تريد أهل درعا بكل أطيافهم، ومقابل أن تبقوا في بيوتكم سيأتي عفو عام عن كل المسلحين، تمام، وتسوية أوضاعهم، المهم أن لا تغادروا. فقالوا اللجنة المركزية التي غيبت أهل درعا وحيدتهم، لأنه 7 بأسماء دول، تركيا وقطر و و و وهم من يفاوضون الآن، فقالوا له، قالت الدولة أو الممثلين عن الدولة السورية بأنه نحن جاهزون لأي شيء، المهم أن يحقن الدم وأن تعود مؤسسات الدولة وأن يعود أهل درعا إلى حياتهم الطبيعية، وكفاكم احتجاز لأهالي درعا.
كان جوابهم بأنه طيب نحن موافقين كلجنة مركزية موافقين ونحن نريد الدولة وسنرفع العلم الأبيض وسنبدأ بعملية تسوية. تشجع الجميع ووافقوا على هذا الموضوع. بعد يوم، ثاني يوم أثناء الاجتماع بلش يهرب سلاح، 200 مسلح كانوا متواجدين في مركز التسوية كلهم على ذات القول نحن لا نملك سلاح. أنا سألت أحد المسلحين وما هذا الذي على خصرك، سلاح حربي ولا شو؟ فأجاب هذا سلاح لحمايتي. إذن بدأت عملية التعطيل، بدأت المراوغة. في اليوم الثالث وأتحدث عن أول من أمس، فجأة خرج بيان لهم قالوا نحن نريد أن نغادر درعا بالكامل. من يتحدث؟ تتحدث اللجنة المركزية. من يتحدث باسمها؟ عدنان المسالمي هذا الإرهابي يقول بأنه نحن سنغادر درعا، يحاول أن يبتز الدولة بهذا الموضوع. طيب قالت له الدولة هل أنتم جميعا ستغادرون درعا مع الأهالي؟ فقال نعم. وحتى تنزع البينة عنهم تم إحضار الحافلات لنرى، لنختبر هذه النوايا. تم إحضار الحافلات، لم يخرج أحد، لم يخرج أي شخص لا مسلح ولا حتى من الأهالي. أصل نعم. الأهالي ممنوعون. نعم. ممنوعون تحت ضغط السلاح. أين هم يعني أهل درعا ربيع؟ سلاح براسك اليوم. أين هم أهل درعا؟ نعم. ربيع، أهل درعا مغيبون بالكامل. لذلك تم دخول وفد من حوران قاطبة أمس، يعني أمس أكثر من 200 شخص من وجهاء درعا دخلوا حتى يتمكنوا من الحديث مع الأهالي، ليعرفوا أهالي درعا أين هم. يعني هل يعقل كل ما واحد يعني الدولة تطلب أنه يا أخي أنا بدي حاور الأهالي، بدي أشوف الأهالي، خلوني أشوف الأهالي. حتى الوجهاء دخلوا لم يلتقوا بالأهالي، التقوا أنه لا نحن اللجنة المركزية، نحن من نقرر، نحن نقرر باسم أهالي درعا. لك يا عمي أهالي درعا نصفهم بدرعا المحطة، نساء ورجال وأطفال، هربوا من بطشهم، هربوا من فوضى السلاح المتواجد في درعا منذ سنوات، والباقي متخذ كدرع بشري، والدولة السورية تحافظ عليه وتحاول أن تحقن دمه. اليوم الكلام هذا الموضوع ربيع على المهلة الأخيرة، يحمل سلاح. لنربط الموضوع، المهلة الأخيرة تنتهي. نعم. غدا المهلة الأخيرة لإنهاء ملف درع البلد تنتهي غدا، ولكن المسلحين يتخذون من المدنيين دروع بشرية. يعني كيف سيؤثر هذا الموضوع على الحسم النهائي؟ المهلة الأخيرة تنتهي غدا. نعم، هناك اتخاذ لدرع بشري. درع بشري لا يقصد فيه بأنه أنا جامع 10 أهالي وحاطط السلاح براسهم، لا. أنا اليوم في حاضنة مسلحة، أكثر من 700 مسلح يتحكمون بمصير 1000 أو 2000 شخص من المدنيين المتواجدين. هم يدعون بأنه نحن نمثل أهل درعا. طيب هل أهل درعا فوضوك بذلك؟ أهل درعا البلد هل فوضوا هذا اللجنة المركزية بالأساس؟ لا، لم نشاهد أبدا أحد من أهالي درعا قال غير أنه هاي اللجنة نصابين وحرامية وقطاع طرق ويدعمون المسلحين، وبالآخر تحالفوا مع تنظيم داعش الإرهابي. طيب كيف يعني؟ هل ممكن لأحد عاقل في سوريا من أهالي درعا أن يتحالف مع تنظيم داعش الإرهابي قاطعي الرؤوس؟ لا، لكن هم يدعون دائما الواجهة المدنية وبأنه نحن ما بنحمل سلاح. اللجنة المركزية وحتى المسلحين، نحن ما بنحمل سلاح على الدولة. من يقتل العناصر؟ من يقتل الجيش العربي السوري أو يعتدي على قطعات الجيش أو على المدنيين؟ من يطلق قذائف الهاون؟ الأهالي مغيبون بشكل كامل في درع البلد. إذن الفرصة الأخيرة، اتركوا. الدولة السورية لها الخيارات ولها الطرق ولها الأساليب كما فعلت في باقي المناطق. في الغوطة الشرقية فتحت المعابر وخرج الأهالي إلى مراكز الإيواء ومراكز استضافة الأخوة الذين هجروا بفعل الإرهاب، ومن ثم عادوا إلى بيوتهم. واليوم أهالي الغوطة الشرقية كلهم في أماكنهم، وهذا في درع البلد أيضا. لا تخافي، الأهالي الدولة تعرف كيف تحن عليهم وكيف تجلمهم وكيف تحميهم. أما المسلحين كما قلت لك هم من طلبوا التهجير، هم قالوا نحن نريد التهجير. وإلى أين؟ لا يريدون حتى إلى الشمال السوري، حتى إلى إدلب لا يريدون، يريدون إلى تركيا. سألت أحد المسلحين أنه ليش على تركيا مو على إدلب؟ قال لي مشان أطلع على اليونان ومنها على أوروبا، بده يعمل سياحة. طيب وهالعالم اللي عم تقتلها هون شو ذنبها؟ أحد المسلحين أيضا، وأتحدث عن مشاهدات هنا، أنه نحن نريد الدولة السورية. يا أخي نحن أخوات،
طيب يا اخي، طب الدوله السوريه، طب انتم ليش محاصريننا؟ يعني هو يقول ليش الجيش يطوق درع البلد؟ يا اخي العبره في الاسباب وليست في النتائج. الاسباب التي ادت الى تطويق درع البلد هي حالات الاغتيالات وحاله الفلتان الامني على مدار 3 سنوات، والدوله تصبر وتعطي الفرص وكرم عيون درعا وكرم عيون اهل درعا، وقت الحسم وخلينا ننتظر. نعم، وبعدين سنبقى معك برسائل قادمة ربيع، يعني لنكون لحظة بلحظة معك، خاصة بأنه المهلة الأخيرة تنتهي غدا كما قلت لإنهاء ملف درع البلد بشكل كامل. شكرا جزيلا لك ربيع ديبة، موفد الإخبارية إلى درعا وبشكل خاص درعا البلد، وسنبقى معك برسائل قادمة لحظة بلحظة حول كل المجريات والمستجدات على الأرض هناك. شكرا جزيلا لك.